بطبيعة الحال هذه الحقوق لم تكن منحة من أحد، لكن يعني تعرض الشعب اليمني لانتهاكات عدة، منها إغلاق مثل هذه المطارات والتي تسبب بها يعني الحوثي، والذي كان هو السبب الرئيسي في خلق هذه المعاناة لدى الشعب اليمني في الشمال وفي الجنوب وفي وسط اليمن. يعني الشرعية والتحالف والمجلس الرئاسي قدموا التنازلات تلو التنازلات من أجل يعني إيقاف المعاناة التي يعني عاشها الشعب اليمني طيلة هذه السنوات من الحرب بسبب تعنت ميليشيا الحوثي، وبسبب رفضها لكل المبادرات التي تثبت حسن النية والتي تثبت بأننا يجب أن نعيش في سلام، ويجب أن لا نعيش منغلقون في أماكن محددة مقطعة الأوصال في يمننا الحبيب.